طيبة يا ندى. ياه كانت ليلة جميلة جدا الحمد لله. 12 سنة فاتوا بسرعة، بقى هي دي ندى اللي كانت لسه بتوقف في اللفة؟ العمر بيجري يا سمسم، فين لما أنا كنت لسه مدرس مساعد؟ الحمد لله دلوقتي بقيت أستاذ. العمر بيجري، هي دي القضية يا محمود. يا ستي قضية إيه بس كفالة الشر؟ محمود تعالى أنا عايز أتكلم معاك في موضوع مهم. خير يا سام؟ شوف يا محمود، أنا بقالي 14 سنة زوج، منهم 12 سنة ست بيت وبس. عقبال 100 سنة يا حبيبتي. قعدت سنتين أشتغل بعد ما اتجوزنا، وأول ما جت ندى فضلت إن أنا أقعد في البيت أرعيها وأكبرها وأشوف كل طلباتكم لغاية ما بقت بنوتة زي القمر. أيوة يا حبيبتي، أنت بتفكريني بالتاريخ ده كله ليه؟ هو أنا نسيت حاجة يعني؟ أنت عايزة تقولي إيه بالظبط يا سامي؟ محمود أنا قررت أشتغل. اشتغلي في الصحافة تاني؟ تاني وتالت ورابع. انت نسيت ان انا لسانس صحافة ولا ايه؟ يا دي نسيت، انت لاحظت عليا ان انا بنسى؟ سامي يا حبيبتي، انت بقالك 12 سنة زوجة وام وساعدتيني كتير قوي في اللي انا وصلت فيه، والحمد لله يا رب كل حاجة عندنا. محتاجة الشغل في ايه يا سامي؟
محمود انت ليه متصور ان سبب شغلي سبب اقتصادي؟ امال ايه السبب يا سبب؟ تحقيق بقيه احلامي. محمود جوازي منك كان حلم واتحقق، ندى بنتي كانت حلم واتحقق، لسه حلمي انا بقى حلمي الشخصي اني اكون صحفيه اللي انا ماجلها عمر طويل. محمود انا هستلم شغلي خلاص الاسبوع الجاي. الله، ده انت واخده قرار بقى. الحقيقه انا بقالي مده بعمل اتصالات مع مجموعه من زمايلي، وفي قدامي فرصه كويسه قوي في مجله محترمه. بصي، برغم ان انت ما خدتيش رايي، برغم ان انت عملت اتصالاتك من غير ما تقولي لي، الا اني ما اقدرش ابقى ديكتاتور واقول لك ما فيش شغل يا زلمه. وحتى لو بقيت ديكتاتور برضه هسمع كلامك، بس صدقني يا محمود ساعتها هحس ان انا متضايقه وحزينه، لان في حاجه مهمه جدا ناقصاني. وانا يا ستي ما رضاش ابدا ان انت تبقي متضايقه ولا حزينه. عشان كده يا ساميه انا موافق ان انت تنزلي الشغل، بس على شرط. شرط ايه؟ ان حياتنا ما تتاثرش، بيتنا ما يتهزش. موافقه جدا. لو حصل اي حاجه يا ساميه من غير زعل هطلب منك ان انت تستقيمي. موافقه ومن غير زعل. مبروك يا حبيبتي، ربنا يوفقك. محمود انت اعظم راجل في الدنيا. انت بتتكلم جد يا شوقي؟ الوزيره وافقت على المقابله كمان ساعه؟ ده خبر هايل، انا مبسوطه قوي. حط لي شويه بامية. بامية ايه بس يا شوقي؟ بقول لك ايه، جهز الكاميرا والافلام وهتلاقيني عندك كمان نص ساعه. يلا باي باي بقى. طبخه باميه وملوخيه وانت عندك ميعاد مع وزيره. ودي فيها ايه دي يا محمود؟ فيها انه برافو عليك، يعني بتجمعي بين حاجات عجيبه قوي، باميه ووزيره، ملوخيه وصحافه. هايله. انت بتهزر يا محمود؟ والله انا ما بهزرش، انا بتكلم بجد. الصبح شغاله في المجله، بعد الظهر بتطبخي، بعد الطبيخ نازله تاني رايحه الشغل، يعني بتتعبي يعني. ما انا لازم اثبت وجودي، لازم الاقي نفسي. واحنا برضو لازم نلاقيكي كمان يا ساميه. انت استلمتي شغلك بقالك 3 شهور، في الثلاث شهور دول اتغديتي معايا 3 مرات، يعني مره كل شهر. وريتك بتاكلي زي البني ادمين العاديين. قصدك ايه يا محمود؟ قصدي ان دايما بتاكلي وانت بتجري. لا بتمضغي الاكل ولا بتستطعميه. انت رايحه فين؟ ماما معقوله المفاجاه الهايله دي؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. يلا اغسلي ايديكي بسرعه وروحي اتغدي مع بابا. ماما انت هتاكلي بالمريله؟ ميرسي يا حبيبتي، باي باي. بابا بابا، هي ماما راحت فين؟ راحت تقابل الوزيرة يا حبيبتي. وزيرة؟ وزيرة ايه بس دلوقتي؟ ده انا ما صدقت اني شفتها. مدام سامية يا أستاذة، المكالمة دي عشان حضرتك أنا اللي حاولتها. تقول إيه؟ المكالمة دي عشان حضرتك أنا اللي حاولتها. شكرا، أصل ما كنت سامحة. أهلا يا محمود. أهلا يا سامية. تعرف الساعة كام دلوقتي؟ يعني إيه الساعة كام يا محمود؟ وبعدين معلش ما خدتش بالي، أصل أنا كنت بفرغ شغل الوزيرة شريطين، كل شريط ساعة، والظهر الوقت سرقني. يعني هل ده طبيعي إنك تتأخري الوقت زي ده؟ آسفة يا محمود. المهم اتعشيت أنت وندى؟ أنا كلها سطرين وأقفل الموضوع. عموما خليكي على راحتك. يعني إيه خليني على راحتي يا محمود؟ ما هو الموضوع لازم ينزل المطبعة الليلة. طيب يا سامية، تصبحي على خير. وأنت من أهله. شهد ولسه يا استاذ. طب اتفضل افتح.
تعيش النور لو سمحت. هذه الألم. أنا آسفة يا محمود، مش هتقوم تتعشى معايا؟ ده أنا جايبة بيتزا تكاوي تجنن. بالهنا والشفا، واضح إن حياتنا كلها بقت تكاوي. فرغت شرايط الوزيرة؟ تهيألي الوزيرة دي نفسها لو رجعت البيت متأخر كده جوزها ممكن ما دخلهاش البيت. قلت لك أنا آسفة يا محمود، وبعدين مش كل يوم بقابل وزيرة. لا صح، أنا اللي آسف جدا يا هانم إن أنا ضايقتك يعني بكلامي ده. عموما أنا بكرة الصبح عندي أول محاضرة، عشان كده لازم أنام بدري. تصبح على خير لو ما يضايقكيش يعني. مش عارفة أقول لك إيه يا سما، الحقيقة أنت ضيعتي من عمرك كتير قوي. أنا قدامك أهو وصلت المنصب رئيسة التحرير، منكرش ان انا ضحيت بجزء من استقراري العائلة، بس الحياة اختيارات. يا ريت اقدر استفيد من خبرتك، ازاي قدرتي توفقي بين بيتك وشغلك؟ الشغالة، ولو انها ما بتحبش ابدا ان احنا نقول عليها شغالة، وتفضل ان احنا نقول الهاوس كيبر او مديرة المنزل. دي اجنبية؟ اطلاقا، مصرية وخريجة جامعة كمان. شغالة خريجة جامعة؟ معاها ليسانس اداب، متخرجة بقالها سنتين. ولسه بقى على ما القوة العاملة تحن عليها وتبعت لها، وإذا حنت هتاخد كام؟ أنا عندي بتاخد 3 أضعاف مرتبها لو اشتغلت في أي مكان بره، إلى جانب الحوافز والمكافآت والأجازات. معقولة؟ ومش معقولة ليه؟ كرامتها محفوظة وبتشتغل 8 ساعات زيها زي أي موظف. وهي يعني بترضى تعمل شغل البيت، يعني تطبخ وتغسل وتعمل الحاجات دي؟ طبعاً بتساعد في الطبيخ وبتذاكر لابني وبتحل معاه الهوم ورك بتاعه. لا دي تبقى نادرة. لا نادرة ولا حاجة. في شباب كتير جدا بيبحث عن فرصة عمل شريفة علشان يحقق مستوى دخل جاي. على فكرة انتي هتطلعيها في دماغي اجيب شغالة. ما احنا قلنا مديرة منزل. مديرة منزل مديرة منزل، المهم ان انا ارتاح واشتري دماغي. في الحالة دي بقى اقدر اعرض عليك منصب مديرة التحرير. مديرة التحرير؟ الزميلة اللي بتشغل المنصب ده مسافرة الخليج بعد اسبوع مع جوزها. مديرة التحرير؟ ايوة مديرة التحرير. تحبي اكلملك الهاوس كيبر اللي عندي تشوف لك زميله من زميلتها؟ كلميها، مدام مدير التحرير يبقى كلميها فورا. ولا قميص نظيف ولا قميص، احنا خلاص حياتنا بقت اخر لخبطه. محمود من فضلك بلاش عصبيه، العصبيه مش كويسه. انت هتكلميني على العصبيه؟ احنا حياتنا باظت يا هانم، كان كل حاجه ماشيه مظبوط، كنا بنصحى من النوم سوا، نقعد نفطر سوا، انا انزل اروح على شغلي وندى تنزل تروح على مدرستها، ارجع من الشغل نقعد نتغدى سوا، نقعد نتفرج على التلفزيون، نقعد في البلكونه سوا. انت عارفه ان احنا ما قعدناش في البلكونه دي من 6 شهور. ايوه يا محمود، ما دخلناش البلكونه لان الدنيا بقت برد. مش الدنيا هي اللي برد، حياتنا سوا هي اللي بقت برد. انت ليه يا محمود مش عاوزني انجح؟ ليه عايزني افضل العمر كله خدامه ليك ولبنتك؟ انت ليه بقيت اناني بالشكل ده؟ انا اناني يا ساميه؟ دي سنه الحياه، الدنيا كلها تقسيمتها كده من زمان قوي. الراجل هو اللي ينزل ويشتغل ويشقى ويتعب عشان يصرف على بيته، الست بقى تقعد في بيتها معززه مكرمه تاخد بالها من بيتها ومن عيالها. لما الست بقى تنزل تروح الشغل عشان تحقق طموحها، مين اللي يقعد في البيت وياخد باله منه؟ الراجل؟ لا الشغال. شغالتي ايه؟ تعالى بس تعالى وانا فاهمك. التقسيمه اللي انت بتتكلم عليها دي كانت زمان لما الست كانت بتطبخ وتمسح وتنشر الغسيل وتعمل كل حاجه في البيت، انما دلوقتي بقت في المكنسه في البوتاجاز في الميكروويف، واللي فاضل من شغل البيت حاجات بسيطه تقوم بيها الشغال. وانا اجيب شغاله ليه؟ البيت ده بيتك يا ساميه، بيتك. وانا مرشحه اكون مدير التحرير، مش ممكن اضحي بفرصه زي دي عشان حاجات بسيطه ممكن تقوم بيها الشغاله. ماشي يا ساميه، اشتغلي ونجاحي وحققي طموحك وهاتي الشغاله اللي انت عايزاها، بس خلي بالك في دور لا يمكن تقوم بيه اي شغاله في الدنيا، هو دور الزوجه، دور الام. انا اسمي عبير، ليسانس اداب قسم فلسفه. طبعا زي ما مكتوب عند حضرتك في السي في بتاعي. وطلباتك؟ المرتب يعني؟ مظبوط. والله يا مدام ده حسب ظروفكم، بمعنى هل هبقى ليفنج ان ام ليفنج اوت؟ قصدك ايه؟
قصدي هل اقامتي هتبقى في البيت عندكم ولا هتبقى بره؟ والله انا افضل ان انت اقامتك تكون عندنا في البيت. فول بورد طبعا. طبعا فطار وغدا وعشاء. معقوله هنبعتك تاكلي بره؟ هل عندكم سكن مناسب؟ يعني ايه سكن مناسب؟ عندنا شقه كبيره كويس. اصل يا مدام ساميه الزمن دلوقتي اتغير، في الافلام العربي اللي عمالين يزوعوها في التلفزيون ليل ويا نهار تلاقي الهاوس كيبر او الشغاله زي ما بيقولوا عليها مرميه في المطبخ على فرشه في وسط الكوبايات والشوك والمعالق، او رمينها في الطرقه في البيت في عز الشتاء من غير غطا. طبعا ده عمل غير انساني بالمره. المفروض ان الهاوس كيبر يكون عندها اوضه شرحه برحه بيخشها الشمس والهواء، صح؟ ايوه صح. يعني احنا عندنا اوضه صغيره ممكن تستعمليها. هل عندكم حمام اضافي؟ عندنا حمام صغير للضيوف. كويس قوي يا مدام، عشان ما بحبش استعمل حمام حد. نيجي بقى للكلام المهم، اجازه حضرتك امتى؟ الجمعه. وجوز حضرتك؟ الجمعه برضو. اذا اجازتي انا كمان هتبقى يوم الجمعه طالما انتم الاثنين هتبقوا قاعدين في البيت. عندكم اولاد؟ عندي بنت واحده اسمها ندى في اولى اعدادي. يبقى مؤكد يا مدام هتحتاجيني في الهوم وورك. معقوله هتقدري تساعديها في المذاكره؟ انت ناسيه يا مدام ان انا ليسانس فلسفه. ده انت معجزه، انت فعلا هايله. ولا معجزه ولا حاجه يا مدام، انا عندي زميلات كتير بيعملوا زيي بالظبط. بصي يا مدام، انا هاخد 500 جنيه في الشهر ومن حقي اسبوعين اجازه في السنه مدفوعين الاجر طبعا. اما بالنسبه للعقد اللي احنا هنمضيه مع بعض انا مجهزاه لحضرتك، اتفضلي. العقد شامل كل حاجه، العلاج، كسوه الصيف، كسوه الشتاء، وكمان في الاوفر تايم بتاع الاجازات والاعياد والمناسبات العامه. حضرتك ادرسي العقد كويس وفكري فيه كويس، ولما توافقي عليه كلميني. استاذنك بقى يا مدام، فرصه سعيده جدا. مدام ارجوكي بعد ما تدرسي العقد لو عجبتك اتصلي بيا بسرعه، لان انا ما اضمنش نفسي نبقى فاضيه لحد بكره. ايوه بس 500 جنيه في الشهر ده مبلغ كبير قوي. لا كتير ولا حاجه، دول يجيبوا حته فستان لا راح ولا جه. ايوه لكن مثلا خريج الجامعه اللي بيشتغل بقاله 5 سنين مرتبه مع الحوافز ما بيزيدوش عن 300 جنيه. وهي كمان خريجه جامعه، وبعدين هي مش هتشتغل 7 ساعات وتمشي، دي هتعيش هنا في البيت، هتغسل وتطبخ وتمسح وتعمل كل حاجه. وبعدين الشغاله اللي بتيجي يوم وتمشي بتاخد 20 جنيه وهي ماشيه، عبير بقى يومها هيقف بقى اقل من 20 جنيه، ده غير كده انها هتساعد ندى في مذاكرتها. دي حاجه جميله خالص. معنى كده بقى ان انت مش هتعملي حاجه لا لبيتك ولا لبنتك. هعمل اللي هقدر عليه يا محمود. اتفضل امضي العقد. عقد ايه ده؟ عقد عبير. عبير مين؟ عبير الشغاله، قصدي مديره المنزل الهاوس كيبر. اسمها عبير. زمان كان بيبقى اسمهم خضرة، ست ابوها، بخاطرها، انما عبير دي جديده قوي. يا سيدي ان شاء الله يكون اسمها عبده. من فضلك بقى امضي العقد وخلصنا. والله بقى انا مش همضي على حاجه، انت صاحبه الفكره وانت السبب في وجود عبير هانم دي، يبقى انت بقى اللي تمضي العقد. خلاص يا محمود انا اللي همضي العقد. ولعلمك بقى انا ماليش دعوه بمرتبها ده. ازاي يا محمود؟ هو مش حضرتك رب الأسرة دي؟ أيوة بس حضرتك ما شاء الله بقيتي دلوقتي مدير التحرير قد الدنيا، والست عبير دي أنت اللي جايباها، فعادي جدا مادام هتتحمل جزء من شغلك في البيت أنت اللي تدفعي لها مرتبها يا هانم. أوكي يا محمود اللي أنت عاوزه، مفيش مشكلة خالص. عموما موضوعين ثلاثة في المجلة كل شهر يغطوا مرتبها، ما تقلقش نفسك. يبقى كده بقى مفيش مشكلة. صباح الخير يا سامي. جايبة كتب معاكي؟ مش كتير. ده كتاب في علم الفلسفة عشان ما انساش اللي انا اتعلمته في الجامعة، ودي شوية كتب في تخصصي العملي. انتي ليكي تخصص عملي؟
طبعا يا استاذ، تخصصي العملي كمديرة منزل، مثلا الكتاب دوت مختارات من المطبخ العالمي، اما الكتاب دوت في الاقتصاد المنزلي، اما الكتاب دوت كيفية إدارة المنزل السعيد، اما الكتاب دوت التربية الحديثة. الاقي معاكي مجلد ميكي والله. محمود، كل حاجة يا مدام محتاجة الخبرة وقراءة، حتى الخدمة في البيوت محتاجة الخبرة وقراءة. اكيد. ايه الصورة دي؟ حضرتك قوية الملاحظة جدا. الصورة دي ليا وزميلاتي واحنا في الكلية. ديت اتجوزت، اما اللي جنبها مقدمة على هجرة لاستراليا، اما اللي جنبها مقدمة على هجرة للخليج وسافرت الحمد لله. اما ده بقى محمد بيشتغل دلوقتي سواق تاكس. دي نهال بتشتغل زي مديرة منزل. وطبعا بقية اللي في الصورة مش لاقيين شغل. محمود، على فكرة أنا معجبة بيكي جدا يا أنيسة عبير. يعني إيه معجبة بيها؟ واخدة الأمور ببساطة من غير حساسية، أقصد يعني إن في ناس كتير ممكن تبقى محرجة من الشغلة دي. يا مدام أنا شغلتي مهمة جدا جدا جدا، وأنا عن نفسي بستمتع بيها على قد ما أقدر. أي بنت بعد ما بتتخرج من الكلية بتحلم بإيه؟ بالبيت والأسرة والاستقرار. أنا بقى بفلسف الأمور زي ما أنا شايفة، فبقول إن البيت اللي أنا عايشة فيه هو بيتي، والأسرة اللي في البيت ده هي أسرتي. إلى جانب ذلك أنا بقبض مرتب وحوش منه وبكون نفسي ومنها بتمرن. أنت فعلا هايلة متصالحة جدا مع ظروفك. هل يا مدام عندك حل تاني؟ لا ما عنديش. وأنا صراحة برضو ما عنديش. أمال إيه الصندوق العجيب اللي عندك ده؟ ده فيه تحويشة عمري، فيه شوية ذهب على دفتر حسابي في البنك. فكرة ممتازة. فكرة هايلة، الواحد لازم يعمل حساب المستقبل. أنا أعرف واحدة قعدت تحوش 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 وبعدين عربية خبطتها. محمود، مدام لو سمحتي أنا محتاجة ترابيزة صغيرة كده متر في متر واطية تصلح للكتابة. للكتابة؟ أيوة، أصل أنا بكتب كتاب. بتكتبي كتاب كتاب يعني، ولا كاتب كتاب مثلا هتتجوزي وتسيبينا بقى؟ لا يا أستاذ، أنا بكتب فعلا كتاب أهو، يوميات شغالة مؤهلات. اتهيالي الكتاب دوت لما يخلص ويتنشر هيكسر الدنيا. انا طبقت على الناس اللي انا اشتغلت عندهم نظريات الاجتماع وعلم الفلسفة، طلعت بحكايات غريبة وجميلة. دي جاية تكتب علينا وتفضحنا. بس يا محمود، مدام سامية حضرتك صحفية؟ ايوه مظبوط. اصل انا كنت بفكر بعد ما خلص الكتاب بتاعي ان انا اديه المجلة تتبنى فكرته وتنشرهولي على حلقات. والله فكرة كويسة. اهو بسلي نفسي يا مدام بدل ما اضيع وقتي في حاجات غير مفيدة. اكيد. عموما على ما تخلصي ترتيب حاجاتك احضر لك الترابيزة اللي انت عاوزاها. ميرسي قوي يا مدام. ترى ترابيزة السفرة بقى يا محمود. يوميات شغالة مؤهلات مش كده؟ صح. احنا هنشوف ايام سودة. يلا يا محمود.
عبير دي ممتازة، انت فعلا فكرتك هايلة، دي بتعمل كل حاجة، بتغسل وتطبخ وتنظف، ده حتى الشوبنج هي اللي بتعمله. يعني مرتاحة يا سامية؟ إلا مرتاحة، وكمان بتذاكر لندى. انت كمان شغلك بقى كويس قوي، وأنا مبسوطة إنك مديرة التحرير. أنا بقيت مستمتعة جدا بشغلي، وأخيرا هقدر آخد فرصتي. وجوزك؟ مبسوط، شغله وأكله ولبسه منظمين، هيعوز إيه تاني؟ ما قلتليش يا محمود، ايه رأيك؟ فين؟ البس بكرة انهي طقم؟ ده؟ ولا ده؟ بكرة امتى؟ بكرة بالليل في تصوير التلفزيون. ايه ده؟ دي عندك بكرة تصوير في التلفزيون؟ بكرة تصوير أول حلقة من البرنامج بتاعي، البيت السعيد. ما شاء الله، يعني عندك برنامج بتقدميه في التلفزيون. قال يعني ما تعرفش؟ هو انا مش قلت لك الاسبوع اللي فات ان انا بعمل برنامج لقناه الاسره، انا اللي بقدمه وانا اللي بعده؟ والله انا مش فاكر ان احنا قعدنا مع بعضينا الاسبوع اللي فات عشان تقولي لي حاجه. لا انا دخلت عليك المكتب وانت بتشتغل وقلت لك حاجه تكاوي يعني. وهتقولي ايه بقى في برنامج البيت السعيد ده؟ يا ريت كل زوجه تجيب في بيتها شغاله مؤهل عالي عشان تتولى كل حاجه، تكنس وتمسح وتطبخ وتذاكر لبنتها عشان تتفرغ هي بقى لحلمها والمستقبلها، مش كده؟ افهم من كده ان انت بتتريق عليا؟ انا اقدر اتريق عليكي؟ انا بقول اللي حاصل فعلا صراحة. يعني انا بقيت اسعد زوج في العالم من ساعة ما جبتي الاستاذة عبير الهاوس كيبر. طب لزومه ايه الكلام ده؟ ممكن افهم من حضرتك ايه اللي ناقصك بالظبط؟ انا مش ناقصني اي حاجة، انا اسعد زوج فعلا، والحياة بامبي وكله تمام الحمد لله. يبقى خلاص مفيش مشكلة. قولي بقى يا محمود، ألبس ده ولا ألبس ده؟ أنا رأيي تلبسي اللي أنت عايزاه، ولا أقولك اسألي الأستاذة عبير الهاوس كيبر. هاي يا ستي، إيه رأيك بقى في الفستان اللي أنا اخترتهولك؟ برافو عليك يا عبير، هو ده فستان سندريلا بجد. إن شاء الله لما تلبسيه وتقفي على المسرح كل الناس هتشاور عليك وتقول سندريلا أهي. أنت اللي هتيجي معايا وأنت اللي هتلبسي فولي. ليه يا حبيبتي؟ هو انتي ماما مش رايحة معاكي؟ ماما مشغولة يا عبير، عندها تصوير في التلفزيون. تصوير ايه بس في التلفزيون؟ دي حفلة عاملاها المدرسة علشان عيد الأم، يعني مامتك لازم تكون موجودة معاكي. يا ريت يا عبير، حاولت معاها بس قالت لي ليه ما تقدرش تعتزل للتلفزيون. بقولك ايه يا عبير، ما تيجي انتي معايا. انا منفعش يا حبيبتي، لازم ماما. من هقول للمدرسات انك ماما. انا؟ ما هي اصلي ماما جاتش مدرسة الاعدادية قبل كده ومحدش يعرفه من المدرسات، وهقول انك ماما. بس كده كدب، والكدب يعتبر عيب وحرام. كدب ابيض يا عبير، ماما محضرش لوحدي، كل البنات مامتهم هتيجي معاهم عشان خاطري. والنبي يا عبير عشان خاطري. اللي بيحصل ده اسمه جنان، اسمه جنان. وصلت لكده، وصلت لدرجة ان بنتك تستلف الشغالة عشان تعمل دور امها في حفلة المدرسة، وراحت معاها المدرسة وعرفت تمثل الدور والمشكلة اتحلت. انت شايفة كده يا مدام انها اتحلت؟ انا شايف انها تعقدت اكتر. ما قصرش فيكي يا مدام ان بنتك تستلف ام. الواحد بيستلف فلوس، يستلف كتاب، يستلف حتى جزمة، لكن يستلف ام؟ ام من فضلك يا محمود ما تكبرش الحكاية. انا ما بكبرش الحكاية، حكاية كبيرة لوحدها يا هانم، بقت كارثة. انت عارفة ان عبير دلوقتي بقت هي ست البيت، لو ندى عايزة حاجة تسأل عبير، لو انا عايز حاجة اسأل عبير، هناكل ايه عبير تقول لنا، هنشتري ايه عبير عارفة كل حاجة. طب انا دلوقتي مش حاسس بوجود مراتي، اعمل ايه؟ اسأل عبير برضو؟ من الواضح ان انت عايز تتخانق، وانا ما عنديش وقت اتخانق ومليش مزاج اتخانق. واضح يا سامية ان انت نسيتي دورك في بيتك وفي حياة عيلتك. المشكلة يا محمود ان انت مش قادر تقبل ان مراتك تكون ست ناجحة، مش قادر تقبل ان انا اكون مديرة تحرير مهمة، مقدمة برامج ناجحة جدا. عايز تبقى انت الناجح وبس، الباقي مش مهم، صح ولا انا غلطانة؟ يعني انت شايفة يا سامية ان انا بحقد عليكي وكاره انك تبقي ناجحة. شكرا قوي، شكرا قوي يا سامي، عن اذنك.
خير. بابا سامي. اتفضلي اتفضلي اقعدي، انا هقعد اتفرج معاكم على التلفزيون. لا يا فندم حضرتك اقعد اتفرج على التلفزيون وانا خمس دقايق وهحضر العشاء. وانا مش هتعشى دلوقتي، اقعدي كملي الفيلم وبعد كده بحضر لنا العشاء نتعشى كلنا سوا. ميرسي يا استاذ محمد. على فكرة ميرسي قوي ان انت عملتي دور مامي ندى في المدرسة. انا ما اقدرش ارفض اي طلب من ندى، ندى دي تأمرني، بس الاهم اني اكون عجبت حضرتك. طبعا كفاية ان كل اللي في المدرسة افتكروا انك مامتها. يعني اتصور يا فندم كلهم صدقوا ان انا فعلا مامتها، وكمان صدقوا ان انا مرات حضرتك. عبير جهزي لي العشاء بسرعه لحسن تعبانه جدا. حاضر يا مدام سلمى. ايه الخاين؟ ايه الجبان الند؟ راح اتجنن يا ساميه، كل ده يحصل وانا نايمه على وداني. اهدي بس وفهميني ايه اللي حصل. حضرته متجوزها. هو مين؟ من ثلاث شهور، من ثلاث شهور واخد لها شقه قريبه عشان يتقابلوا فيها. ايه الالغاز دي؟ مين اللي واخد لها شقه من ثلاث شهور ومين اللي اتجوز؟ جوزي يا سامية، جوزي اتجوز الشغالة. جوزك والشغالة؟ استفردت بيه. أنا هنا بهدي في الشغل ليل ونهار، وبيتي تحول لعش غرام للبي والهانم. قال إيه وفرت له الاستقرار وديت له الحنان والرعاية اللي أنا حرمة منه. يا دي المصيبة، وعملتي إيه؟ تفتكري ممكن أعمل إيه؟ مع راجل بجح وعينه زيغة. قال إيه الشرع مديله الحق يتجوز أربعة، أنا ما عملتش حاجة غلط. أنا اتجوزت على سنة الله ورسوله، الست اللي مريحاني. عايزة تطلعي أطلعك. يطلعك عشانها؟ تخيلي يا سامية. طب وابنك؟ ابني برضو واكل عقله. الولد ما بياكلش غير من إيدها، بيشرب من إيدها، هي اللي بتلبسه. حتى لو عنده مشكلة بتحلها له. يا دي المصيبة، مش شغلتك دي اللي جابت لي عبير؟ عبير مين؟ شغلتي. ده كانوا امبارح بيتفرجوا على التلفزيون ولا كأنهم واحد ومراته، ما هي العينة واحدة. طب أنا دلوقتي مش حاسس بوجود مراتي، أعمل إيه؟ أسأل عبير برضو؟ لك يا عبير. عبير عبير محمود، انت فين يا محمود؟ عبير اللي يكون عملها وخد لها شقه. عبير معرفش ازاي واحدة زي مدام سامية اللي بشتغل عندها تفرط في النعمة اللي هي فيها عشان سبب مش مقنع. في ست عاقلة في الدنيا يبقى عندها جوز زي الأستاذ محمود وبنوتة زي ندى، وتقضي تلات تربع وقتها بين المجلة والتلفزيون، ومفيش منع تشتغل بس بالعقل، يعني بيتها وجوزها وبنتها يبقى لهم الأولوية، يبقوا نمرة واحد. على فكرة سهل قوي ان اي واحده
تخطف الأستاذ محمود. أي راجل في الدنيا محتاج الست اللي تساعده وتدلعه وتشيله على كفوف الراحة. لو أنا متجوزة واحد زي الأستاذ محمود، ياه ده أنا ولع له صوابع العشرة شمع وأقعد جارية تحت رجليه. بس يا خسارة، يدي الحلقة للي بلا ودان. لأ لأ، مدام سامية طيبة وما تستاهلش، بس لو حد ينصحها، لو حد يقول لها بيتك نمرة واحد، لو حد يشدها قبل ما تقع في الحفرة اللي هي مش واخدة بالها منها. أهلا يا مدام سامية. حطي الحاجات اللي في إيدك دي، عايزة أتكلم معاكي شوية. حاضر يا مدام. خير يا فندم. اقعدي يا عبير. على فكرة الأستاذ محمود جاي الساعة 3، يعني كمان ساعتين. عارفة يا مدام وأنا مجهزة كل حاجة، هبعت دلوقتي للمكواجي يجيب البدل بتاعته عشان هو خارج النهاردة يسهر، وأنا معدية على المكتبة لقيت بعض الكتب اللي ممكن تفيده في الأبحاث اللي هو بيعملها. أما بالنسبة للغدا فخمس دقايق وهيخلص، وبالنسبة للبيت البيت زي الفل. ثانية واحدة يا مدام. اقعدي يا عبير. خير يا مدام. أنا آسفة جدا. على إيه يا مدام؟ أنا فتحت الأجندة بتاعتك وقريت مذكرات شغالة مؤهل عالي غصب عني. ولا يهمك يا مدام، أنا كده كده كنت هطبعها في كتاب ومصر كلها هتقراها، ما جاتش على حضرتك. الحقيقة أنا استفدت جدا من المذكرات، بس يا ريت قبل الساعة 3 تكوني ماشية وهتاخدي مرتبك لغاية آخر الشهر ومكافأة نهاية الخدمة ومكافأة كمان عشان قريت المذكرات. ليه بس يا مدام؟ من فضلك جهزي نفسك عشان هتمشي. عبير اجازه النهارده ولا ايه؟ ايوه هي في اجازه وانا كمان في اجازه. ايوه المهم يعني هي اجازه كام يوم يعني؟ هي اجازه على طول وانا كمان اجازه على طول. ايه الجمل العجيبه دي؟ يعني ايه؟ يعني خلاص يا محمود انا زهقت من الشغل، وحشني الطبيخ والغسيل والمذاكره لبنتي والاهتمام بجوزي. طب والتلفزيون والصحافه والمجد وكل الحاجات دي فين امال؟ موجودين، هكتب مقالات للصحافه واعمل برامج للتلفزيون، بس هنا من البيت. يوميات زوجه كانت هتخرب بيتها بايدها. ساميه انت بتتكلمي جد؟ جد الجد يا محمود. لا ده الحكايه دي بقى عايزه كوبايتين شاي مظبوط ونقعد نتكلم براحتنا. من عينيا يا محمود. من غير سكر يا عبير. انت قلت ايه؟ قلت من غير سكر يا ساميه. انت قلت عبير. لا انا قلت يا سامي. قلت عبير. انا قلت يا سامي. حقيقي يا محمود قلت يا سامي؟ طبعا يا حبيبتي. معقوله معقوله انا اغلط في اسمك؟ ابدا يا عبير. مشاكل.
ناس كتير متجوزة مبسوطة مش مبوزة.